أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في أخبار البطاطا. بطاطا برودكاست. مساء الخير، جاءنا هذا الخبر للتو. هناك موجة غبارية تجتاز البلاد، وصرح مصدر مسؤول ومطلع في الأرصاد الجوية الموثوق بها طبعا بأن هذه الموجة تحمل فيروس الأعصاب. ولقد أصاب هذا الفيروس بعض أهالي جنوب البطاطا، ونحذر المشاهدين بالابتعاد عن الأماكن الخارجية والذهاب إلى الأماكن المغلقة. والآن نتحول إلى مراسلنا عصفور قلقلة. هل تسمعني يا قلقلة؟ مراسلكم في قلب الحدث. نحن الآن على الحدود الجنوبية من البلاد، والفيروس انتشر داخل البلاد، ونحن الآن في قلب صحراء البطاطا، وهناك عينة حية. اقترب 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 يا العينة الحية، اقترب. نعم نعم، إننا نراه يا صديقي. كيف أصابه هذا الفيروس؟ لا أعلم. أنا حاشني حاش هذا الفيروس. كنت أرعى غنمات صخلات داخل صحراء وتنفست ليش داخل فيروس كان بلعته وبعدين استرسل. عساكم ما تكونون في مكان مراسلنا عصفور قلقلة في هذه اللحظة العصيبة. انتبهوا يا شعب البطاطا، فإن الفيروس قادم لا محالة. تدرين أنا كثر معجب فيك؟ مشكور، حتى أنا. هذه الوردة حقك. الله، هذه أحلى وردة شفتها بحياتي. أنت حياتي. الله، أنت عمري، أنت قلبي، أنت كل شيء بحياتي. أنت ورد، أنت ودرة صج ما تستحين على وجهك، طالع من ورا هلك. والله طالع من ورا هلي من حنتك، حنت عليك العقارب. هاك يا وقح. أنا وقح صج ما تصج. يلا إيه طماط زين وبطاط إيه وخضرة ندري شنو وخروف وبعد أعزائي المشاهدين، لمناقشة هذه الظاهرة الغريبة معنا في الأستوديو البروفيسور داما أبو مقصي ليتكلم عن هذه الظاهرة. مساء الخير بروفيسور. مساء النور وبالمشاهدين. بصراحة اللي دش علينا هذا فيروس نادر الوجود، فيروس الأعصاب اللي حوش المرض هذا خلال ثواني يتحول من إنسان عادي إلى إنسان متوحش يكسر كل شيء اللي قدامه. هل وجدت له حل؟ لأنه أصاب الكثير من الناس خلال الساعات الماضية. بصراحة إحنا كل الدكاترة اجتمعنا وقلنا ماكو إلا ناخذ عينة من المرضى وندزها بالخارج عشان نشوف سبب المرض هذا. وأنا بنفسي بتكلفة مني أنا دفعت 17 دينار ونص حق التحليل. يعني لم تكونوا على علم بأن هذا المرض قد يصيب الناس خلال الساعات القليلة القادمة؟ بصراحة احنا ما كنا ندري، يعني تفاجأنا. والمشكلة ان الدول اللي حوالينا ما حاشهم الا ديرتنا. طيب بروفيسور، يعني ما هي عوارض هذا المرض؟ يعني وكيف نتعامل مع المرضى؟ بصراحة شلون نقدر نتجنب هالشيء هذا؟ احنا لازم اول شيء
يعني لا تحط عينك بعينه، وبعدين ما عنده شيء يقول لا، كله معترض وبس. وبعدين احنا لازم نسايسه، لازم نعامله معاملة حلوة، يعني نقعده على كرسي ونطبطب عليه، نجيب له وجبة، نخليه شوية يحس انه يعني براحة وأمان. فطبعا نقول له نكتة، نكتة عن عزيزي، نكتة عن هذا شو يسمونه هذا فانيلا والسروال، وعن ونكتة عن المحشش. اي شيء جميل. شنو هذا؟ هدي ريلاكس هدي. يبقى الحياة حلوة، حياة حلوة. أنا قايد حلال يا من الحلال. تسمع لك زين، خليك ريلاكس. الدنيا ما تسوى، الدنيا ما تسوى يا حجي يا حجي. خلاص أنا خلاص أنا 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 اسمعني اسمعني اسمعني. مرض الفيروس منتشر، أعصابك منتلفي، دايما متوتر، تحس انه بدك تتهاوش، لحل هالأزمة هاي مشروب دومتك من أول جأمي. راحت الهزة. حل لمصابي مرض الأعصاب. هلأ مع دمتك رح تنحل مشكلتك. مكفولة من منظومة الصحة العالمية الشيبسية. أول جئمة راحت هزة. وينك؟ موجود. أدق عليك ما ترد. وينك؟ رد. ليش مطنشني؟ تكفى محتاج. الله يخليك. شنو محتاج؟ وانا شو اسوي لك يعني محتاج؟ الله يخليك. عبد دينار بعد محدد المبلغ. جبت لنا بهالناس. الله يخليك. امي تعبانه. شو اسوي لها؟ امك تعبانه. ها حكي على امي. ايش فيك ايش فيك؟ تتكلم على امي؟ ما ما ما, ما قصدت اتكلم. ايش فيك؟ ايش بغيت؟ انت شكو؟ تعرف امي؟ لا ما اعرفها. تبي فلوس؟ تعرف امي؟ تبي فلوس؟ تبي فلوس؟ اتفضل اتفضل تفضل. شنو اخاك؟ حاضر حاضر. تبي تضحك علي ها؟ لا اكثر من اللي طلب. ايش كنت؟ هاك امر. تضحك علي؟ ما عندي لهذا. ايه الحين صر ريال، ناس ما تجي الا بالعين الحمراء. عزيزي لم أعصب
مخصوص كلة تشد حيلك تبي تطنج الناس وبعدها تنطنج جونجر مثلا. مساكم الله بالخير يا أهل ديرة البطاط يلي ما مثل بطاطكم بطاط، ومساكم الله بالخير يا شعب البطاط يلي ما مثل شعبكم شعب. ما طول عليكم، حلقتنا اليوم عن مشكلة كبيرة وعويصة تقريبا حاشت 300% من شعبنا ومن عيالنا، وهي مشكلة مرض الأعصاب. مثل ما انتم شايفين هني معاي بالاستديو واحد في مرض الأعصاب، خلنا نسأله شلونك، شخبارك، شلون حاشك المرض؟ حاشني وانا رايح اجيب زوجتي من الدوام. بسم الله علينا. زين قل لي، ما رحت لدختار على قولة بنت خالة يدة ابو بنت عم بنت يراننا؟ بلى رحت لدختار، بس قال لي ناطرين نتيجة الفايروس تيه من برا، بس فجرنا ماكو فايدة. هد بالك هد بالك، ما يصير كذي، ترى على قولة بنت عمة خالة بنت عمة مرت ابو بنت يران ييراننا، ترى قوم لك الحين. ها، وعلى فكرة اذا تهجم عليك واحد زين اهجم عليه، اذا كسرك واحد كسر راسه، اذا واحد قام صكك طراق طقه بوكس، عيل شلون عيل. وهم على فكرة خل اقول لكم، على قولة بنت عم مرت ابو الصباغ اللي يشتغل ولد خالته خياط بفرع الجمعية، ايش قالت؟ قالت على قولة القايل، اذا ما تبي احد ينتقدك لا تحكه، واذا ما تبي احد يخزك لا تخزه، واذا ما بغيت احد يشوفك لا تشوفه، يعني احسن شيء انك تروح تموت. وما ابي اطول عليكم، المهم السالفه وما فيها انه، ولا اقول لكم مساكم الله بالخير يا اهل ديره البطاط يلي ما بعد بطاطكم بطاط، ومساكم الله بالخير يا شعب البطاط يلي ما بعد شعبكم شعب، فديتكم يا بعد عمري. وما ابي اطول عليكم، لا بس هالمره صدق، مع السلامه. ممكن فوجه للتواصل معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي لأخبار البطاطا، بطاطا برودكاست على الفيسبوك بي بي فروحة، تويتر بي بي فروحة، وعلى اليوتيوب شوتاتا 13. يا جماعة ترى الدنيا حلوة، ليش؟ ايش فينا صايرين؟ أعوذ بالله، كل واحد صاير كبريت، كل واحد قاعد يكره الثاني، ما حد قاعد يتحمل الثاني. لازم الكبير يحترم ويحب ويعطف على الصغير، والصغير يحترم الكبير. ايش فيكم؟ حبوا بعض يا جماعة، قادسية عربي حبوا بعض، بدو حضر حبوا بعض، شيعة سنة حبوا بعض، ما في برا السور وداخل السور حبوا بعض، مناطق خارجية وداخلية حبوا بعض، ريال مدريد وبرشلونة حبوا بعض. ايش فيكم؟ كلنا اخوان وكلنا حبايب، وما في بيننا الا الصحة والعافية. لا قسما بالله العظيم، اللي ما يحب الثاني واللي يعصب على الثاني ترى بالعقال، وصيروا اوادم وصيروا محترمين، لا ادبكم وادوس بطونكم هني، فاهمين ولا لا؟ حبوا بعض، واللي ما يحب الثاني يا ويله. وقصيده، ترى قصيده، لا يفكر انه ينخش مني ولا مني، لا قصيده. اي نعم. يلا والحين طف التلفزيون، وانت طف التلفزيون، وانت يا شايب طف التلفزيون، وكلكم طف التلفزيون، ما في دراما ومولدي ومولدي وروتانه. يلا انخمدوا انخمدوا يلا.